المؤرخ إيلان بابي اللي شبه اتطرد من جامعة حيفا وصاحب الكتاب المشهور 10 Myths About Israel 10 أساطير عن إسرائيل. دي أساطير إسرائيل بتحاول تصدرها للعالم وتحديداً للخيال الغربي. خليني أفكرك يا عزيزي إن هذه الجيوش لم تكن جيوش نظامية بالشكل اللي احنا نتخيله. دي جيوش لدول بعضها كان لسه تحت الاحتلال. على الجانب التاني بقى جيش اليهود كان بادئ الحرب 35,000، على آخر الحرب كان 100,000 فلسطينيين. حاولنا مع بعض نفهم جذور هذا الواقع ونفهم ازاي نشأت هذه القصة وازاي اتطورت وازاي اتحققت، بحيث يمكن لما نفهم هذا الواقع السيء يبقى عندنا خيال نتصور بيه واقع احسن. دي الحاجة اللي في الاخر بتخلينا بشر.